مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ وجود كميات قليلة من الغيوم المتوسطة والعالية موجودة في وسط المملكة والمناطق الشرقية، وأيضا هناك كميات من الغيوم الركامية في أقصى شمال غرب المملكة قد تؤدي إلى سقوط زخات متفرقة من المطر، وتتحرك باتجاه المملكة العربية السعودية باتجاه المناطق الوسطى تدريجيا لتسود يوم الجمعة تقريبا وتغطي معظم المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من المملكة، وتؤدي إلى حدوث انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، أجواء لطيفة، أجواء صافية، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 18 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الجمعة أجواء معتدلة نهارا في الرياض والعظمى 30 درجة، لكن الأجواء لطيفة ليلا والصغرى 15. يوم السبت أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة بالنهار ومشمسة، لكنها تميل قليلا إلى البرود ليلا، العظمى 27 والصغرى 13. وكذلك يوم الأحد أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة نهارا ومشمسة، العظمى 26 في الرياض، والأجواء في الليل ما بين لطيفة وتميل للبرودة خاصة بعد منتصف الليل، والصغرى 13 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة، في المناطق الشمالية سكاكا وعرعر وتبوك تقريبا أجواء مغبرة، أيضا أجواء باردة نسبيا في النهار باردة في الليل، العظمى في سكاكا 18 صغرى 6، عرعر 17 6، وتبوك 19 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة في مكة المكرمة أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار 32-16، والمدينة المنورة معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا، العظمى 27 والصغرى 13، جدة تقريبا مغبرة أحيانا معتدلة نهارا من حيث درجات الحرارة ولطيفة ليلا 30-18، الطائف 26 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء تقريبا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، الباحة 22-14، أبها 24-14، جازان 30 إلى 25 درجة مئوي. والمناطق الشرقية أجواء مغبرة تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، حفر الباطن 23-13، الدمام 27-19، الإحساء 30 إلى 16 درجة مئوي. والمناطق الوسطى ومنطقة الرياض يوم غد الأجواء تقريبا معتدلة بالنهار ومشمسة، باردة نسبيا في الليل، حائل 21-6، بريدة 27-11، والرياض 30 إلى 15 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب.